عثمان أنا رح روح، يلا بشوفك. الله معك. أخي حبيبي مزدقية. يا الله مو معقول، أوف مليت. كيفك حبيب قلبي؟ لا ما بدي. لك شبك جنيت من أول. إيه لسه ما حكينا شيء. مستحيل، لا لا، صرت حافظ كل حركاتكم وكل مرة بتعملوا هالحركة بتجيني مصيبة من وراكم. مستحيل أرجع أغلط هالمرة. شو عادي؟ شو رح نقول لك؟ أعطينا لحظة بس. ما بدي، الله معكم. حبيباتي يلا يا حلوين. اهدى دقيقة، ما أحلاكم أنتوا تنتين. يلا لبرا لبرا، خلص يلا. بس جيهان قالت لي إنه أنا رح أتكلم. شوي لو سمحت، والمحل إلي كمان عم يشتغل. شو عم تسلى؟ أنا ما بدي، ماني موافق. ليكو عم أحكي بطريقة حلوة وواضحة، ما بدي اسمعكم. مرحبا عثمان. لا عن جد لا. طيب لأنكم جبتوا ليلى، قلوا لي شو بدكم هالمرة؟ بدي أقتل حدا؟ قلوا لي رح أقتل شي حدا؟ لا مو لهالدرجة. لا مستحيل. لك عثمان وقف شوي. يعني حاول تفهمني. يا الله دخيلك. مستحيل. ما كان لحظة يحل الموضوع. ما بدي بقى القصة فيها حياة أو موت عثمان. فهموني، أنتم مجانين شي؟ عن جد فهموني، شو صاير لعلكم؟ بدك روح ومثل إني خطيبك بالمخيم، بس هذا التصرف أنا ما بيناسبني. رح يقلعوني، كل الشركة بيعرفوا إنه أنا مخطوبة. عثمان إذا قلعوها من الشغل حتى أنا بيقلعوني. أخي حبيبي اللي وين المشكلة؟ بس هاليوم بتسكر المحل، اعتبره يوم عطلة إلك. ليش قلتي عثمان أنت الثانية؟ نسيتي الأسماء كله؟ هالاسم هو أول اسم خطر لي. منيح اللي قلته، ما قلت زبرجد مثلاً. ما رح تعمل أي شيء بالمخيم، بس بدي إياك تتصرف على أنك خطيبي. الموضوع ما أنه صعب. ريهام أنت بالنسبة لي مثل أختي، كيف بدك يعني مثل أني خطيبك؟ اسمعي هالموضوع كتير سخيف، ما فيني ما بدي. لا تخاف أنا رح ساعدك، نحن في عنا مدير اسمه جامبيك. مو معقول شو سيء، أنت بس رح تتعرف عليه. أنا عثمان، وبعدين ما بتحكي بس هيك، والباقي أنا بحله. لا يا عثمان، ليك أنا رح كون موجودة كمان ورح ساعدك. ما رح يصير شي، اطمن. يلا قبال مشاني. اتفقنا تمام، رح روح. بس لك يسلم لي، فهمان يا عيني عليك عثمان. يعني مر يوم واحد واحد ماشي، وبتجيبوا لي اكل هلا، بستاهل. اي طبعا طبعا، كنت بعمل لك اكل، ما بجيب لك من برا، بس عندي عشاء مع جامبي. حتتعشي مع شخصية اللي بتكرهيه؟ اي، وبدي مثل دور خطيبته كمان. كيف؟ اخي عادي، بعدين انا بخبرك قصص وتفاصيل صغيره ما يهمك، بس المهم انك تمثل دور الشاب الغني، لانه خاتم الخطبه هالقد الماسته، وبدك سياره كمان. والله جد كمان؟ شو بدكم لسا؟ نساوي سلطة. ليلى بتعرف تعمل سلطة؟ ايه بتاخذ العائلة. يلا يلا ليك نحن 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 في طلبات. أخوك معيني سلطة بتجنن. نساوي رح تتسلوا كتير معنا. مسؤول المخيم جيجي شطور. ما تمدي ايدك لك ليكو على هالأشكال العمى، على هالمناظر. شو هاد يا لطيف؟ ما أغلظكن يا عمى. جيجي تسمح لي بسؤال صغير؟ ليش فريق هالوكالة ما وقفوا مثلنا وسمعوا كلامك وتوجيهاتك؟ والله يا دارين خانم، هنن أحرار، أنا واقف هون ما بدهم يسمعوا ويصطفلوا، ما يجوا بعدين يقولوا لي ما قلت لنا وما خبرتنا. أنا عم أحكي المفروض يوقفوا مثل الكل. وأنا معك. المهم يا جماعة، اللي رح نساويه، فوتوا هلأ على غرفكن، وأول نشاط عنا رح يبدأ بعد ساعة. الكل يلبسوا الزي تبع الوكالة من شان ما يصير لخبطة بين الوكالات. ما بدي أي حدا يزعجني، كتير بحبكن. شو قوية هالمرة، شفتيها شلون اطلعي؟ والله خوفتني كتير. معك حق، هي وحدة كتير وقعة. يا بنات بتوقع القصة واضحة، نحن هلأ مالنا جايين على مخيم تحفيز، نحن أجينا لهون مشان نحارب قليل. انتوا موافقين على هالحرب يا بنات؟ موافقة موافقة. ريهام حطي ايدك. ايه حطيها. يلا موافقة؟ ديبتك. يلا لشوف. الفكرة الرائعة. اتفقنا لكان. ايه خلي هالوكالات المزيفة يشوفوا نحن مين منكون. والله حاسة حالي برامج اطفال، كبروا شوية.
وهي الفرق تبعنا وصلوا، زقفوا لهم. الفريق الأحمر هون والفريق الأسود هون. أهلين. يا ريت ما تغشي أليم، لأنك أنت مشهورة بالغش. ما بيطلع لك تحكي. هلأ المهم ما نخالف القواعد. رجعي شوي. طبعاً اللعبة كتير سهلة. الفكرة إنه كل فريق رح يسحب الحبل لجهته شوي من هون وشوي من هنيك، بتقدموا وبترجعوا. الفريق اللي بيتجاوز هذا الخط أو حدا منه بيوقع بيخسر. 3 2 1 بلشوا. شدوا يا بنات، شدوا. يلا دقوا. ايه برافو يا خبايا، برافو. يلا شدوا. اللي على الطرف كتير مهمين يا أصدقائي، ركزوا. يا بنات شدوا أكثر. يلا ندور على عثمان، لك وينه ما اجى؟ لك شدي الحبل وقت عثمان. يا جماعه التشجيع كتير مهم، سمعونا. زكي الفريقين عظيم. يلا الفريق الاسود شدوا اكثر، برافو. يلا كمان شدوا اكثر. لك ريهام شبكي، رح تخسرينه. يلا الفريقين عم يتنافسوا بقوه، اوعكم حدا يقرب. انا شرحت لكم من قبل شو هي القوانين. استسلمي دارين، استسلمي نصيحه، شدوا اكثر. يلا حلوة سيارتك، موديل 55 4000 سي سي وقوية. شو خبير بالسيارات؟ فيني نشوفها شوي؟ تفضل. على فكرة كتير نظيفة، كانت واقفة بالكراج لفترة طويلة. بعرف إنه أنتجوا هالموديل لسنة واحدة وبعدين وقفوا. إيه صح. ما شاء الله حلوة وداير بالك عليها. شكراً لك. أخذت من وقتك جاي على المخيم؟ إيه. أي إيجنسي؟ ما عندي فكرة والله. معناتها جاية مع حبيبتك. ما بدي اياها تزعل، مع انه مالي مرأة كثير. فهمت عليك. ديروا بالكم. شو هاللعبة ما رح تخلص ابدا؟ وين عثمان لهلا ما اجا؟ لا تخليني سبك انت وعثمان، لك شدي الحبل يلا. انا بهمني شدي. يجي عثمان قبل ما جانبيك يجي لهون وبعرفهم على بعض بطريقتي. يا الله منك، انا نبهته لعثمان امبارح ما يحكي مع حدا هون ابدا، بيقول مرحبا بس لما يشوف جنبي. منيح اللي قلتي له لعثمان، لانه كثير حساس الموضوع. ايه ايوه ايوه يلا يا جمهور. ايوه بدنا تشجيع وحماس اكثر من هيك. شدوا يلا كمان. المباراه حماسيه، شجعوا يا جمهور. كثير اساسيه لهيك لازم تحمسوها. شو هالحظ اخيرا. برافو يا صار لك شيء؟ جامبي ليلى؟ عثمان؟ عثمان؟ عثمان حبيبي، اهلا وسهلا عثمان. عثمان عثمان ايه جنبك، بعرفك على خطيبي عثمان. هذا خطيبة عثمان. جنبك هو المدير جان. عثمان حياتي، ممكن تجي معي على الغرفة لانه في موضوع كتير مهم لو سمحت. طبعا. وانا نسيت غرض بالغرفة، رح روح على السريع جيبه وارجع فورا. دخيلك يا ربي عثمان، نحن ما قلنا لك لا تحكي ابدا مع جامبيك. ليش لا تحكي انت وياه وتفوت معه؟ حكى معي وما كنت بعرف مين هو. اوعك عثمان، لا تقرب عليه ولا تحكي معه، لأنه إذا سألك بتجاوبه. لا تقرب على حدا بالمخيم لأنك ما بتعرف تكذب، خليك بحالك، أنت هون خطيبي، ركز معي. إيه تمام. تمام. في فعالية للمرتبطين والأزواج، رح أسجل أسماءنا فيها لحتى يقتنعوا. حلوة الفكرة ريهام.
ليلى انت ما رح تيجي معنا؟ لا عثمان، انتوا عم تمثلوا دور الخطيبين، شو نسيان؟ يعني مرتبطين انا ما فيني اجي. تمام فهمت. منيح، لكن رايحه على الريسبشن، سجل اسمائنا وبحكي معك مشان نلتقي، شو اتفقنا؟ اتفقنا، بس هي غرفتي انا؟ ايه غرفتك، انت خليك هون ونحن رح نكون موجودين بالغرفه اللي جنبك. ايه طيب. عثمان عن جد شكرا كثير لك، صدقني ما كان لنا حدا غيرك لحتى يساعدنا بهالقصه. عن جد انت بتجنني. تكرم عيونك. بشوفك. اوه